السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. كنتمنى تكونوا مزيانين وباحوال جيده. اليوم غادي ندير عشاء خفيف وبسيط، طورتيه ديال البطاطا والبيض. كنتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم. كناخدو جوج ديال البطاطات، كنقطعوهم مربعات صغار وكنديروهم يتقلاو في الزيت اللي سخناه من قبل، ودرنا في البطاطا شويه ديال الملحه. كنخليو البطاطا حتى كتقلى لينا، وكناخدو خمسة ديال البيضات، كنديرو فيهم شوية ديال الملحة وشوية ديال البزار، وكنخلطهم مزيان على هاد الشكل. صافي البنات، وملي كتقلى لينا بطاطا كنحيدو داك الزيت اللي قلينا فيه بطاطا، صافي. وكن نخليو غير البطاطا، وكنزيدو عليها داك البيض اللي حركنا من قبل، صافي. وكنخليو طيب لينا على خطره. صافي، ومن بعد ما كطيب لينا الطورطيه كنزيدو عليها الفرماج حمر اللي حكينا من قبل، صافي. وكنطفيو عليها البوطه وكنغطيوها باش هذاك الصهد كيدوب لينا الفرماج وكيجي زوين في الطورطيه. كنتمنى البنات تنال الاعجاب ديالكم، عشيوه اللي هي سهله وبسيطه. كنرافقها بواحد العصير ديال لافوكا. كناخدو لافوكا كبيره كنقطعوها طريفة صغار، كنزيدو عليها جوج معالق صغار ديال السكر سنيده، كنزيدو عليها القليل ديال الحليب، وكنطحنوها مزيان حتى كطحن لينا. عاد فاش كنكملو داك نسيطرو كنزيدوه كامل، يعني انا كندير معاه نسيطرو ديال الحليب باش كتجيني شويه عاقده. صافي، ملي كطحن لينا مزيان كنزيدو نصيرو الحليب كامل وكنعاودو نطحنوها. صافي البنات، وهذا هو الشكل النهائي ديال الطورطيه ديالنا. كتجي على هذا الشكل، كتجي بنينه وكيجي فيها داك الفرماج غزال ذايب. كنتمنى تجربوها، عشيوه اللي هي لذيذه، وكذلك عصير ديال لافوكا كيجي على هذا الشكل. ويعني بغيت ندير العشيوه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم بسيطه، يعني وكتوجد دغيا يعني بالزربه كتوجد لينا. وكنشكركم بزاف البنات على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي. المهم، من بعد ما غادي نقطعها كتجي على هذا الشكل من الداخل، ما كتجي لا لاصقه لا حتى شي حاجه في المقله، كتجي على هذا الشكل من الداخل، كتجي لذيذه البنات. وكنشكركم بزاف على الاشتراك ديالكم في القناه ديالي، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم.